السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي، كيراكم دايرين؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، نهاركم طيب ومبروك. إن شاء الله اليوم جيتكم بهذا الفيديو القصير، لاني فيش حان نقول لكم غادي ندير لكم هدية وما كانش عندي الوقت باش نحطها لكم، فلهذا اليوم درت لكم هذا الفيديو، يعني ظريف خفيف ظريف إن شاء الله. والهدية غادي تكون بسيطة متواضعة، ولكن اللي يعرف قيمتها هو اللي غادي يفرح بها. هي عبارة عن بطاقة كما كنتم تشوفوا، هذا ربع بطاقات، غادي نمد بطاقة المتتبعة الوفية. ها هي بطاقة، أنا شريتهم هادو، شوفوا هما يعني بطاقة عادي، شريتهم من مانهاتن من تايم سكوير، من عند هادوك اللي يبيعوا الهدايا التذكارية. قلت علاش ما نشريش هاد البطاقات ونمدهم للمتتبعات الأوفياء تاوعي، يكونوا هكا منها حاجة تذكارية من عندي وحاجة تذكارية من أمريكا، وخاصة اللي باغية تطلع لأمريكا تديها ديرها تحت مخدتها وتحلم باش تطلع. هاد الهدية كيفاش غادي تكون؟ غادي حبيباتي من هادو أسبوعين الجايين، يعني من نهار اليوم اللي غادي تشوفوا فيها هاد البطاقة، غادي تبدأ هاد، يعني أنا نبدأ نحط لي فيديو مدة أسبوعين، غادي نبدأ يوميا نحط لي فيديو يوميا ونهار بنهار، مهم وقت اللي حطيت فيديو نحطه. انتم ما شديروا تخلوا لي الكومنتير تاعكم، تتفاعلوا مع هداك الفيديو، وانا شندير غادي نختار، ماشي انا اللي غادي نختار هادو 3 متتبعات، ولكن غادي يختارهم شخص اخر، هو اللي غادي يختار متتبعات يعني هكا عشوائي راندوم، غادي يختار وغادي يمد لي الاسماء وانا شندير، يعني بدون انا ما بغيتش انا اللي نختار، باش هكا ما انا نعرف متتبعات تاوعي اللي يتبعوني كشي، ما بغيتش نختار كيما هكا باش يعني ما نكونش باش ما نظلم حتى حد. ممكن تدي وحدة متتبعة تبعني في زمان، ممكن تدي وحدة متتبعة عاد جديدة عاد يتبعني في قناتي وتكومونتي لي يوميا، ما عرفناش شكون اللي غادي يديها، مهم شي انا اللي غادي نختار شخص اخر هو اللي غادي يختارهم ان شاء الله وغادي يمدهم لي. وانا شاندين نجي نكتب لكم في الكومنتير تاعكم، نكتب لكم نقول لك اعطيني لادريس تاعك تمديه لي في ميساج في الانستغرام، تراسليني في الانستغرام تعطيني لادريس تاعك، يعني لادريس تعطيه لي نيشان باش هكا توصلك هذه البطاقه، وانا شاندين نبعث لك هذيك البطاقه يعني بالخف، ماني غادي لا نطول لا حاجه. وبالمناسبه غادي في كل بطاقه نبعثها المتتبعه غادي نرش لها شويه عطر منا، يعني هنا من الراول غادي نرش لها عطر من التعير، العطر المفضل والعطر اللي قيمته غاليه غادي نرش لها منه هكا، باش عليها كي توصلها البطاقه تاعي وتشمها هكا تشم ريحه امريكا، تشم هاد الإنسانة، يعني أنا باغية هكا تحسو تكونو قراب ليا، تشمي هاد الريحة تاع هاد الإنسان اللي تحكي معاكم ما وراء الشاشة، ما تعرفوهاش يعني ما شفتوش وجهها، ما تعرفوهاش كي دايرة، ولكن نبغي نحسسكم بيا باللي أنا قريبة لكم إن شاء الله. فلهذا خلوا لي التعليقات تاعكم حبيباتي هكا باش توصلكم البطاقات تاعكم. وغادي هاد الهدية مش غادي تكون يعني الهدية الأولى، ولا غادي نبعث 3 أشخاص في هذا الشهر، وفي الشهر الجاي نبعث 3 أشخاص واحد أخرين، يعني كل شهر إن شاء الله غادي نبعث 2 3، سمحتوا يعني كل شهر غادي نبعث 2 3، حتى لي أنا نقول لكم بلي وقفتها خلاص، وقفت هذيك الهدية. وبالنسبة للمسابقة إن شاء الله حبيباتي غادي ندير معكم مسابقة ممكن الشهر الجاي، مسابقة شابة بزاف متواضعة ولكن شابة، وغادي تفرحكم بزاف بزاف، مانيش باين نهضر عليها اليوم في الفيديو، ان شاء الله خلوها الفيديو اللي راني غادي ندير فيه هذه المسابقه وان شاء الله تتفاعلوا. المهم هذه الهديه على بغيت نمدها لكم، هذه الهديه بغيت نمدها لكم كتشجيع ليا باش هكا تبقوا مشجعيني في قناتي وتدعموني وتكونوا اوفياء ليا وتبارطاجوا قناتي برك مع احبابكم فاميلتكم، ماذا بكم تبارطاجوها في لي جروب تاع النساء، يعني ما تبارطاجوهاش في لي جروب تاع الرجال، انا قناتي للنساء ان شاء الله، عبالي بلي القنوات يعني هما بابليك وكاع باينين كيشوفهم رجال ونساء، ولكن انا ماذا بيا قناتي تكون غير تاع نساء، يجو غير حبيباتي النساء يتبعوني. المهم بلا ما نطول عليكم حبيباتي، ان شاء الله يا ربي تكون هذه الهديه عجبتكم وتشاركوا فيها كاع وتخلوا لي تعليقاتكم، وغادي ان شاء الله نرسلها لكم في اسرع وقت وتشموا ريحه امريكا. شنقولكم؟ نقولكم تبقوا على خير حبيباتي، وانتهلوا لي في روحكم بزاف بزاف.